بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله لا أكرم منك، لا أرحم منك، لا أبر منك، لا أرأف منك، لا ألطف منك. يا الله لا أولى بنا منك، نحن منك وإليك، لذنا إليك، هدنا إليك، عدنا إليك، أبنا إليك، دعوناك. حاسب نفسك يا عبد الله، ما دمت بالثوب قبل الكفن، وما دمت تصلي قبل أن يصلى عليك، وما دمت في النور قبل ظلمات القبور، وما دمت مع أهلك وأولادك قبل أن تكون وحيدا فريدا في سطح من الأرض مظلم. حاسب نفسك يا وخضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وفاضت لك أعينهم. اللهم إن لم ترحمنا فمن، وإن لم تقبلنا فمن، وإن لم ترضى عنا فمن. أملناك ورجوناك وسألناك، أملناك. عمر رضي الله عنه ابن عبد العزيز يدخل إلى بيته باكيا، من منا يدخل إلى بيته الآن يبكي؟ من منا يبكي في غرفته أم على سريره أم في مجلسه من خشية الله إلا من رحم الله؟ فسأله أهله لم تبكي يرحمك الله؟ قال تذكرت انصراف الناس في المحشر. يا الله والله لتقفن في المحشر، تذكر يوم أن تقف حافيا عاريا، ليس بينك وبين الله ترجمان. الله أكبر. حاسب نفسك، لتقفن في يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. عدنا إليك، أبنا إليك، دعوناك ورجوناك، توسلنا إليك. مسألة المساكين، مسألة المساكين، أبناء المساكين الفقراء، أبناء الفقراء الأذلاء، أبناء الأذلاء. مسألة من ذلت لك أعناقهم، وخضعت لك رقابهم، ورغمت لك أنوفهم، وفاضت لك أعينهم. اللهم إن لم ترحمنا فمن، وإن لم تقبلنا فمن، وإن لم ترضى عنا فمن. أملناك. حاسب نفسك قبل أن تقف في يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله، وبرزوا لله الواحد القهار. ما أحوجنا أن نتذكر يا عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا الله كم من جنازة دفناها، أم كم من جنازة صلينا عليها، كم من جنازة ودعناها فلا بكت العيون ولا وجلت القلوب. كل يوم نودع رائحا وغاديا، نرى مصارع الموت ولكننا في غفلة والعياذ بالله. اللهم ارزقنا التوبة النصوح، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك. يا الله إن كنا بئس العبيد فإنك نعم الرب، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل لأن تشملنا. يا الله يا ربنا يا إلهنا. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير، ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار.
وما يقربنا إليها من قول أو عمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا فرجنا يا فرجنا إذا غلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.